السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ماروكوتيس. خصصنا هذه الحلقة للحديث عن مجزوءة تخطيط التعلمات. تندرج مجزوءة تخطيط التعلمات ضمن عدة التكوين لفائدة المدرسات والمدرسين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والهدف من هذه المجزوءة هو تنمية وتطوير الكفاية المهنية لدى هذه الفئة في تخطيط التعلمات والتقويمات على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وتعنى هذه المجزوءة الوضعيات الممهنة من قبيل تحليل الوثائق وإنتاج أدوات قابلة للاستعمال في الممارسة المهنية، كما تقدم أنشطة لتطوير الممارسة التبصرية والإسهامات النظرية اللازمة لإرساء الموارد وتحقيق التخطيط المناسب. يعتمد التطوير التدريجي للكفاية المستهدفة على نموذج عملي نظري عملي الذي يستثمر خبرات المستفيدين والتعثرات التي تعيق ممارستهم المهنية. كما تقترح هذه المجزوءة 5 محاور و10 مقاطع تكوينية و14 وضعية، كل محور يتألف من مقاطع ووضعيات متكونة من سياق وتعليمات وأسناد وشبكة للتحقق الذاتي مداعمة بإسهام نظري، ويختتم كل محور بتقويم، وعند نهاياتها تمت برمجة أنشطة للتقويم واكتسابات المستفيدين، كما تم وضع بيبليوغرافيا لتعميق التكوين. إذن عنوان المجزوءة هو مجزوءة تخطيط التعلمات. أما الفئة المستهدفة فهم الطلبة المقبلون على الولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المتدربون وكذلك الأساتذة الممارسون بمختلف الأسلاك التعليمية. أما فيما يخص الكفاية المهنية المستهدفة، يخطط المدرس للتعلمات ومحطات التقويم والمعالجة والدعم الملائم لها، ويعدلها في ضوء ممارسة متبصرة، وذلك بمراعاة التنظيم التربوي، المنهاج الدراسي المغربي المعتمد، مع الانفتاح على مقاربة منهجية مختلفة. أيضا هناك المحيط السوسيو-اقتصادي والثقافي والبيئي وخصوصيات المؤسسات التعليمية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الأهداف المرتبطة بالكفاية: تحليل المنهاج الدراسي بمختلف مكوناته، وضع تخطيط للتعلمات على المستوى البعيد، تخطيط سنوي شامل يحيط بكل محتويات المنهاج، على المستوى المتوسط تخطيط مجموعة من الحصص المترابطة، على المدى القريب حصة أو وضعية أو نشاط، تخطيط مختلف محطات التقويم، تقويم التشخيصي والتقويم الإجمالي.